أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: امرأة حاضت وبقي لها من صيام 6 من شوال يوم، هل لها إذا طهرت أن تصومه يوم الجمعة لا إفرادا للجمعة بل إتماما 6 من شوال؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن تصومه ولو في يوم الجمعة، لأنها لم تقصد يوم الجمعة وإنما قصدت إكمال 6، خصوصا إذا كانت الجمعة آخر يوم من شوال ويفوت عليها. نعم.